بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص كل السيرفيسز اتكريتد، كل السيرفيسز هندلنا الكونفيجريشن بتاعتها، كل السيرفيس بشكل مبدئي قدرنا نحط لها الكونفيجريشن الخاصة بيها ونظبط الاستراكشر بتاعنا والدنيا بتاعتنا. حاليا محتاجين بقى نبدأ نشتغل على كل سيرفيس ونبدأ نشوف الدنيا هتمشي ازاي. طبعا اول سيرفيس انا هشتغل عليها الا وهي المانجمنت او اليوزر مانجمنت سيرفيس اللي هي السبرينج سيكيورتي، ومحتاجين نهندل السيكيورتي الاول عشان انا حابب وانا بشتغل كل الريكوستات تكون شغاله سيكيورتي. مش عاوز ادخلك البروجكت من غير سيكيورتي ونفضل شغالين من غير سيكيورتي وبعد كده ايه ندخل السيكيورتي. لا، خلي السيكيورتي معانا من الاول عشان اي حاجه مش فاهمينها تبقى معانا، وعشان لما يحصل مشكله نروح نهندل او نرجع للسيكيورتي بتاعنا نهندل له الدنيا، فده هيكون افضل. فان شاء الله هنبدا في الايه، في السبرينج سيكيورتي. واول ما يبدا في السبرينج سيكيورتي هنبدا في اول حاجه ان احنا نكونكت بداتابيز. اول حاجه هنعملها عاوزين نكونكت بداتابيز، والداتابيز اللي انا هستخدمها المره دي الا وهي السيكوال سيرفر. انا بحب السيكوال سيرفر وبحب الاوراكل وبحب الماي سيكوال وبحب كل حاجه الحمد لله، مش بكره حد، ولكن انا هشتغل على السيكوال سيرفر لان معظم البروجكتات اللي اشتغلت عليها كانت ماي سيكوال واحيانا كانت اوراكل، لكن السيكوال سيرفر اشتغلت بيها مره واحده فمحتاج اطبق فيها في البروجكت ده، ودي هتفيدنا كلنا. تمام، حلو جميل جدا. انا عشان نبدا نكونكت داتا بيز هنكونكت بايه؟ بالسيكوال سيرفر. حلو، اذا اول حاجه محتاجين نعملها بنفكر بطريقه بسيطه اهو، بنفكر بطريقه بسيطه جدا. اول حاجه هنحتاج نعملها الا وهي ان احنا نضيف الديبندنسي بتاعتنا. طب ركز بقى معايا في اللي جاي كويس جدا. حلو، طبعا قبل ما اعمل اي حاجه، قبل ما اعمل اي حاجه خالص هعمل ايه؟ هروح بس، احنا دلوقتي شغالين على ايه؟ على اليوزر مانجمنت، صح ولا غلط؟ خلاص شغلنا دلوقتي على اليوزر مانجمنت، سيبك من اي سيرفيس تانيه. تمام، هروح بس ارن البروجكت. لو جيت ارن البروجكت بالمنظر ده، بص معايا وركز، شوف يعني ايه قام ستارتد وايه وقفل. ليه؟ لان احنا المفروض لما نيجي نكاري بروجكت سبرينج بيكون في ديبندنسي مهمه جدا اللي هي السبرينج ستارتر ويب، عشان تقدر تكمل الديبندنسي بتاعتك وبعد كده الابلكيشن يقوم. انا هنا هاخد الملف ده كوبي وهعمل لك فولدر اسمه فايل. هعمل هنا لا خلينا نعمل ايه، نعمل فولدر، جوه الفولدر ده هحط لك الفايل ده اللي اسمه دي بي، او خلينا الافضل عشان نكون شغالين تمام هسميها دي بندنسي. هقول له دي بندنسي، وبرده الفولدر من بره هخليه اسم دي بندنسي. اذا كده انت عندك فولدر هفتحه لك على جيت هاب اسمه فايلز جنب البروجكتات جنب الباك اند، والفولدر هتخش عليه، هتخش على الديبندنسي، عندك السبرينج ستارتر ويب، دول لازم يكونوا عندك اهو. كنترول سي واروح هناك اهو، احطه فين؟ اهو في اليوزر مانجمنت اهو، هحطه هنا. دول اول تو ديبندنسي لازم يكونوا عندك. حلو، هنحتاج كمان ديبندنسي سيبهم لك تحت اهو، اللي هو الكونكتور. فاكرين لما كنا شغالين ماي سيكوال وكنا بنعمل ماي سيكوال كونكتور؟ ايوه، في كونكتور خاص بالسيكوال سيرفر بجي دي بي سي الخاص بالسيكوال سيرفر هنحتاج نضيفه، وكمان هنحتاج نضيف السبرينج داتا جي بي اي عشان نبدا نشوف الجافا بريسيستنس اي بي اي ونبدا نكونكت على داتا بيز ونحط الكونفيجريشن. اذا كده انا محتاج اتنين ديبندنسي، ديبندنسي خاصه بالكونكتور الخاصه بالسيكوال سيرفر اللي هو مايكروسوفت سيكوال سيرفر، و الايه السبرينج داتا جي بي اي. موضوع ما فيهوش صعوبه، ولو انت بتذاكر سبرينج الكلام ده بالنسبه لك يعني ما فيهوش اي مشكله، وهو اصلا ما فيهوش صعوبه اصلا. فهاخد برضو ديت واحطهم برضو ايه اهو.
حلو، ونبدأ إيه؟ ونبدأ نريلود، ونبدأ نعمل إيه؟ نريلود. أهو عملنا ريلود، خلاص كله تمام، كله تمام، 10/10. حلو قوي كده، ضفنا ديبندنسي وحطينا دي بتاعتنا. الايرور دول سيبك من البلاجن، يعني سيبك من البلاجن، البيلد بلاجن دي مش مشكله، يعني مش هتعمل لك ايرور في البرنامج. لو جينا نردنا اهو هنلاقي الابلكيشن قام عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ابص معايا، طبعا ايه بقى المشكله اللي هتحصل؟ المشكله هتحصل انك انت المفروض حطيت الكونكتور، فالمفروض انك تكونكت بالداتابيز، هو مش لاقي الكونفجريشن اللي لاقي اليو ار ال، عشان كده بيقول لك استخدم ايه؟ استخدم الاتش 2 او الاتش اس كيو ال او الديربي، دي امبيدد داتابيز، بل انت ما انتش مستخدم الداتابيز اللي انت حاططها. انت دلوقتي حاطط الديبندنسي الخاصه بالسيكوال سيرفر، فالمفروض هو يلاقي عندك الكونفجريشن الخاصه بالماي سيكوال سيرفر، قصدي بالسيكوال سيرفر، ويبدا يخش على الكونفجريشن ويبدا يكونكت بالداتابيز اللي عندك، صح ولا غلط؟ لكن انت مش حاططها له، فعشان كده ضرب اكسبشن، وده ان شاء الله احنا هنديله الفيديوهات الجايه. المهم في الفيديو ده انك ضفت الديبندنسي وقدرت تقوم من ايه الابلكيشن. طبعا هحتاج منك انك تكون عندك السيكوال سيرفر. السيكوال سيرفر ده مجرد تولز عشان تقدر تستخدم السيكوال سيرفر بتاعك. اي فيديو على اليوتيوب اكتب هاو تو انستول سيكوال سيرفر، هيعمل لك السيكوال سيرفر من غير اي مشكله، الموضوع مش محتاج شرح. انا ممكن اعمل لك فيديو مخصوص واقول لك ازاي تنزله والكلام ده كله، بس انا شايف ان ملهاش لازمه خالص. انت لو عملت سيرش على جوجل او على اليوتيوب وكتبت هاو تو انستول سيكوال سيرفر، اعمل زي ما هو بيعمل بالظبط، في الاخر هيطلع لك الواجهه ديت، وطبعا هو هيديك ازاي تدخل يوزر نيم والباسورد. يعني انت وانت بتسيت اب البرنامج هيقول لك دخل يوزر نيم والباسورد، دول هيكون معاك. انا اول ما افتح السيكوال سيرفر بالمنظر ده بيطلب مني يوزر نيم وباسورد، عشان وانا بعمل انستول هو قال لي ايه اليوزر نيم والباسورد بتوعك، ودول اليوزر نيم والباسورد اللي انت بتخش بيهم، فدي حاجه مهمه جدا لان احنا هنستخدمهم في الكونفجريشن، فمحتاج يكون عندك سيكوال سيرفر. او قال لي لوجن وباسورد اس اي اس اي اس اي اس اي، تمام، كونكت، فتح لي ايه السيكوال سيرفر. في مشكله؟ ما فيش اي مشكله. حلو، هروح اعمل جيت اد اون، هقول له جيت كوميت، هسيب اليوزر مانجمنت بس اهي، وهقول له ايه ستارت تو يوزر مانجمنت سيرفيس، تمام، هقول له اد ديبندنسي، اد طبعا هو كده كوميت، تمام، خلينا نعملها تاني معلش للاسف. هقول له ستارت تو سيرفيسز او سيرفيس، ستارت تو يوزر مانجمنت سيرفيس، تمام، هقول له ايه اد، هناخد كلمة ديبندنسي على طول اهي، اد ديبندنسي، واقول له تاني ايه تاني، واقول له بس عملنا اد ديبندنسي مش اكتر، تمام، واقول له جيت بوش، تمام، عملت جيت بوش مفيش اي مشكلة، و10/10. هروح هناك هعمل ريلود، تمام، من غير اي ايه اي مشكلة. طبعا يعني ممكن انزل لكم حاجه كده زي السمارت جيت، بحيث ما تستخدموش الكوماند، لان في ناس مش بتحب الكوماند، او ممكن يتعامل عن طريق الانتريجي في الجيت. فان شاء الله هبعدكم عن موضوع الكوماند بعد كده، ده لو حد مش حابب يستخدم الكوماند، لان في ناس ما بتحبش الكوماند، لكن انا بحب اكتب كوماند، تمام. فان شاء الله المره الجايه هبدا اخليكم يعني ان شاء الله نستخدم الجيت عن طريق الانتريجي، بحيث يكون اسهل من كده.
اتمنى يا جماعه يكون الفيديو واضح. لو في اي حاجه مش واضحه ومش مفهومه تواصل معايا، احسب لك لينك الفيسبوك ولينكد ان تحت في الديسكريبشن. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.